السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. رجل ضرب زوجته فقالت له بعد أن ضربها على وجهها وهي تبكي: سأذهب لأشتكيك. رد عليها: ومن قال بأنني سأسمح لك بأن تخرجي من البيت؟ قالت: أتظن أنك إن أغلقت الأبواب والنوافذ فإنك ستمنعني من أن أشكي عنك؟ رد بتعجب: وماذا ستفعلي إذن؟ قالت: سأتصل. قال: الهواتف كلها معي فاصنعي ما شئت. فاتجهت نحو الحمام، وحين دخلت فكر بأنها قد تهرب من نافذته، فجرى إلى الخارج وانتظر عند النافذة فلم يشاهد محاولتها للخروج، فعاد إلى الداخل ووقف عند الباب، وفجأة خرجت وهي مبتلة من آثار الوضوء بابتسامتها وقالت: سأشتكيك فقط عند الذي أقسمت باسمه، فلا نوافذك ولا أبوابك ولا هواتفك التي منعتها عني ستمنعني عنه، فأبوابه لا تغلق. فتركها وجلس على الأريكة صامتا يفكر. ذهبت هي وصلت وأطالت في السجود وهو يراقبها، وحين انتهت من الصلاة ورفعت يدها اقترب منها وأمسك بيديها وقال لها: أما كفاك دعاؤك علي في السجود؟ فنظرت إليه وقالت بنبرة ضعيفة والدموع في عينيها: أتراني سأكتفي بعد الذي فعلته بي؟ قال: والله لحظة غضب ولم أكن أقصدها. فقالت: ولهذا لم أكتفي من الدعاء لك وليس عليك، ودعائي كان على الشيطان، فلست غبية لأدعو على زوجي وقرة عيني. فدمعت عيناه وقبل يداها وقال: أعاهدك ألا ألمسك بسوء بعد اليوم، فوالله أنك أنت زوجة صالحة وعظيمة. يا الله، هذا الرجل ضرب زوجته ولكنها بحكمتها استطاعت أن تكسب زوجها. والعبرة من هذه القصة هي أن الإنسان حينما يرى شخصا ما غاضبا يجب عليه ألا يقابل هذا الغضب بغضب، بل يصلي ويدعو الله له بالهداية وسيرى بعدها المعجزات إن شاء الله. والله إن هذه القصة أبكتني وأثرت بشكل كبير بي. أرجو من الجميع أن يرسلوا هذا الفيديو إلى كل أم، إلى كل ولد، وإلى كل شخص ليعرفوا معنى كلمة الأم. حفظك الله يا أمي.